كلكم من آدم وآدم من فؤاد، وكان يرى وجود تجديد الرؤية الدينية بناء على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبعث الله لهذه الأمة على كل مئة سنة من يجدد لها دينها. وكان يبني علاقاته مع من يخالفه على قول علي عليه السلام: استوصوا بالناس خيرا فإنهم إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. إذا تذكرنا الشيخ معشوق من خلال هذه المفاهيم التجديدية التي كان يتبناها ويطرحها، لسهل علينا أن نقول إنه كان أمة واحدة. أحبابي، لقد استطاع الشيخ معشوق في زمن قصير جداً